سعاد نصر ممثلة مصرية مواليد عام 1953. في عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم الغير القاتلة. دولت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة. ومن بصماتها الكوميدية مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية وهما رحلة المليون ويوميات ونيس. دخلت غيبوبة عاما كامل بعد خضوعها لعملية شفط دهون وتوفيت بعدها.